السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوتي في فيديو جديد. سيكون موضوع هذه الحلقة عن ديكور الجالاكسي. اليوم سوف نريكم ديكور الجالاكسي. هذا هو المنتوج كما تلاحظون. راح نخلط المنتوج في اللون الأسود، وعندنا اللون آخر يعني في حبيبات حمراء والبيضاء وأيضا أسود. راح خلطنا يعني هذا يعني رجع لصاحب البيت، هو الذي اختار هذا اللون كما تلاحظون. ديكور الجالاكسي كما قلنا، سنريكم اليوم ديكور الجالاكسي. هو ديكور له عدة تسميات وأيضا، ولكن ما هي مادة واحدة فقط. نحتاج في العمل فرشاة ومارج بلاستيكي. كما تلاحظون هذا هو المنتوج بعد تخليطه. كما تلاحظون مادة الجالاكسي مهيئة، تباع مهيئة في محلات الصباغة بألوان كثيرة كما ترون. راح نبدأ معكم الطريقة بهذه الكيفية بطريقة. الآن هذا هو اللون الأبيض والأسود والأحمر والأصفر يعني الذهبي. نقوم الآن بعمل ديكور الجالاكسي ونطبقه على الحائط بالفرشاة. نعبئ الفرشاة بمادة الجالاكسي ونقوم بوضعها على الجدار مباشرة، ونسحب ونقوم بتعديل وبعمل حبيبات الجالاكسي كما تلاحظون أمامكم الآن. يعني الجالاكسي هي من عائلة أرتيكو، هي نفس الطريقة مع الأرتيكو تماما، ولكن حبيبات الأرتيكو صغيرة قليلا على حبيبات الجالاكسي كما ترون أمامكم الآن. هذه هي الطريقة، طريقة سهلة وبسيطة كما ترون. كما قلنا يعني كما ترون تظهر هذه النقاط كبيرة، نقاط الجالاكسي وحبيبات الجالاكسي. يعني سهلة في العمل وبسيطة، والكل يعني يستطيع أن يعملها، يعني الجميع، يعني سهلة جدا. نريكم طريقة هكذا ديكور الجالاكسي بكيفية بهذه الكيفية. عمل الجالاكسي بالفرشاة، نقوم بتوزيع الجالاكسي على جميع المساحة ونوصل بهذه الطريقة دائما. هي طريقة سهلة كما قلنا، تستطيع أن تعمل الشكل كما قلنا، يعني هي سهلة في العمل كما قلنا بهذه الطريقة. وهي دائما كما قلنا دائما تحضر الجدار بطبقتين، الطبقة الأولى بوندوي والثانية ثم الصنفرة بشكل جيد، وبعدها يعني تضيف صباغة مائية غير لامعة، صباغة مائية تكون غير لامعة فينيل، ثم تحضر يعني الجدار، وبعدها تبدأ في العمل ديكور الجالاكسي بهذه الطريقة كما قلنا. يعني طريقة سهلة، وتختار يعني يوجد الكثير من الألوان على حسب اختيارك أنت، يعني اختيارك يعني فيها عدة ألوان، و تتوبع يعني في المحلات جاهزة كما قلنا. ما عليك أن تشتريها وتبدأ في العمل.
وأيضا يعني كما قلنا يعني بضربات عشوائية هكذا فقط بلمسة خفيفة، استعملنا يعني فرشاة بالحجم 10 سنتيم، وعندنا أيضا مرج بلاستيكي بهذه الطريقة، طريقة سهلة. نعم كما قلنا هي يعني تشتريها جاهزة، ثمن الجالاكسي هي 350 ل2 كيلوغرام ونصف. كما قلنا هي تكون جاهزة، نشتريها ونبدأ العمل، وفيها كثير من الألوان وطريقة سهلة وبسيطة، يعني الكل يمكن أن يعملها لوحده يعني. وهذا الفيديو يعني خصصته يعني للمبتدئين فقط، حتى نعم، ولكن احنا لم نضيف البريو في مادة الجالاكسي يعني حتى لا يتسبب لنا يعني بعض الأوساخ في الحائط، يعني تركناه نضعه في الفيرني بعد الانتهاء من الجالاكسي البريو أو اللمعان على حسب التسمية. كما قلت لكم يعني عند الانتهاء عندنا مرج بلاستيكي راح نعمل صقل لمادة الجالاكسي بعد الانتهاء من العمل. هذه الطريقة سهلة، يعني طريقة سهلة وبسيطة بضربات عشوائية. ولا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتضعون لايك حتى توصلوا بجديدنا دائما إن شاء الله. راح كما قلت احنا الآن نعمل في مادة الجالاكسي، وعندما يكون حبيبات في مكان واحد راح نحولها إلى مكان آخر، يعني حتى نعطي توازن للجدار وتكون حبيبات يعني عشوائية في الحائط كما ترون هكذا بهذه الطريقة. كما ترون بهذه الطريقة كما ترون بعدها راح نبدأ في الصقل. كما قلنا تترك يعني مادة الجالاكسي لمدة 10 دقائق حتى تجف، وبعدها تبدأ في الصقل كما ترون يعني بطريقة عشوائية فقط حتى توزع، وله كل شخص يعني على حسب العمل وعلى حسب الشكل الذي يريد يعني الشكل المناسب. هناك من يعني كما نقال شارجي، وهناك من يعني لا يشارجيها يعني ما يعمرش بزاف، على حسب كل شخص وفي العمل يعني حسب العمل. والكيلوغرام يعني راح يخدم لك 5 أمتار مربع كيلوغرام، يعني هي عندما تشتريها تكون فيها يعني 2 كيلوغرام ونصف. كما هذا هو مرج بلاستيكي في الصقل كما قلنا، بعد تركها لمدة تجف بعدين نبدأ في الصقل بهذه الكيفية، صقل مادة الجالاكسي عن طريق مرج بلاستيكي أو الضغط على حبيبات الجالاكسي عن طريق طريقة الصقل بسيطة كما ترون في الفيديو أمامكم الآن إخواني.
كما قلنا يعني تتركها لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بصقل مادة الجالاكسي بعد العمل. بعد ما نعمل 5 أمتار كما قلنا أو 4 أمتار متر مربع، نقوم بالصقل بهذه الطريقة. بعد ما انتهينا إخواني، هذا هو الشكل النهائي كما تلاحظون، هذا هو بعد الانتهاء. إن شاء الله يكون عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وأيضا عمل لايك حتى تتواصلوا بجديدنا دائما. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، طريقة سهلة وبسيطة إخواني كما قلنا. إن شاء الله طريقة سهلة فقط. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. إن شاء الله ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ووضع لايك إذا أعجبكم الفيديو. وعليا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.